يس. اوه ولا بس كومنت كده وتحداني تحدي هو خطير جامد قوي. بقول لك اللي انت لو دخلت عند الوشق في البري او فزاع وريزو وعملت نفسك نايم فيبدأ ان هم يهجم عليك قوي يفترسوك. فانا بقى عشان احنا الدشوه جامدين جدا احنا عايزين نعمل التحدي ده ونشوف هل فعلا كلامه صحيح. وتحال العراقيين وتحيل كل المصريين وتحيل كل العرب وتحيل الاجانب وتحيل كل اللي بيتابعونا من اي مكان. وعايز اقول لكم بقى حاجه جامده قوي، ان الحاجات ديت ما تستهونوش بيها. يعني هو ممكن يكون كلامه بجد، ممكن يكون ده اللي هيحصل. فاحنا عشان بس ايه قلنا هنجرب وهبل بهبل بقى ندخل نجرب ونسيبها على الله. فالفكره ان الحاجات دي شرسه، الحاجات دي جايه بريه، الحاجات دي مش سهله زي ما انت فاهم. الحاجات دي بتتعود، هي متعوده من صغرها انها تصطاد، فهي جايه كبيره. يعني هي بتصطاد طول عمرها وجات كبيره هنا. فاحنا ممكن نشوف هي بتصطاد ان هي مثلا اللي احنا قدامها اول لما نغمض هتبدا انها تهجم او الكلام ده كله. لحد دلوقتي ده فزاع معانا اهو. طبعا هم دلوقتي فتره الايلوله، شايفين ده فزاع ودي ريزو. هم فتره الايلوله واحنا رشين المكان كده ونظبط لهم المكان عشان يبقى المكان نضيف على طول. فاحنا هنبدا نعمل التحدي ده وربنا يستر، ربنا يسترها بجد. عايز اقول لك بقى انت لو مش دشاوي ومفعل الجرس مشترك في القناه فانا مش هقول لك اعمل كده، عشان انت لو ما عملتش كده هيبقى فايتك كتير قوي. وانت من حبك في الفيديوهات بتاعتنا هتشارك في القناه وتفعل الجرس وتبقى من الدشاويه في الفيديوهات اللي جايه كلها. طيب انا قلت اللي انا هربطه زي ما انتم شايفين كده، تمام. والناس قاعده تقول انت ما ربطتوش ليه، مش ما ربطتوش ليه. الفكره كلها اللي انا جايب تدور الدولت جمال قوي، بس الفكره اللي انا خايف، يعني خايف ان انا ابدا ادخل عليهم واربطهم، لان هم اما يلاقوا نفسهم مربوطين بحاجه فده حاجه مش سهله، ممكن هم يموتوهم، ممكن هم يتعبطوا في القفص زي ما اول كانوا جايين. طبعا ديت نظيفه جدا، ما ينفعش توقع جلد لان ديت انسب حاجه. شايفين دي الفكره بتتعمل ازاي؟ انا مش ساحر، دي بتتعمل كده نظام خناقه، بس انا مش مستعمله كخناقه. احنا هنربطهم كده بكليبس هنا كده، الكليبس ده على رقبتهم، ونجيب جنزير ونعملها. الفكره كلها دي مرحله صعبه، انا مش عايز اعملها غير ايه، هنعملها لكم في فيديو بس ادعونا الفيديوهات اللي جايه هنعملها. طبعا بقى شوفوا الحته دي، انا كده مش ساحر، تعرف تفك دي؟ ما تعرفش تفكها؟ هي ديت احنا بنعملها كده، حركه مش اي حد يعرفها برضه، تنفع بقى الخناقات لاي حاجه كده. طبعا دول مش هنستعملهم النهارده، هنستعملهم في فيديو جاي، بس تقولوا نصوروا امتى، لان صعب والله، صعب ان احنا نربطهم ونبدا نطلعهم كده في الشارع وننزلهم معانا. دي هتبقى المرحله الاخيره، ربنا يستر. طبعا زي ما انتم شايفين كده احنا اهم حاجه دلوقتي اللي احنا هندخل نهشك النونه، نهشك النونه ازاي، نشوف ايه مزاجكم عامل ايه وكل ده. طبعا احلى مزاج تدخلوهم فيه، انا طبعا عشان ما حدش يتكلم احنا عاملين فيديوهات بالليل برضه ومأكلهم بالليل، بس احلى وقت تدخلهم فيه يبقى هادين هو الوقت ده. في ناس بتشوفهم بيقول لك هم مالهم تعبانين كده ليه؟ لا هم مش تعبانين، هم الحاجات دي بتبقى فتره ايلول، مش تعبانين خالص. الحاجات دي بتبقى فتره ايلول، ده هم في الطبيعي بيحافظوا على وقت الايلوله دي جدا، بيناموا فيه، بعد كده بيبداوا ينشطوا بقى على المغرب ويصطادوا بالليل، ما بيصطادوش بالنهار، ساعات بيصطادوا بالنهار برضه على حسب فزوعه. طبعا يا جدعان الامور سهله خالص وبسيطه اهي. شوفوا متعه، حاسس عليه كده متعه، شعره جميل جدا ونضيف جدا، يعني مفيش اي حاجه، سبحان الله. ماشي كنا نبصوا قمر. انت قمر، كلمة قمر شوية. تعالوا على ريزو كده، ريزو اهي. طبعا الناس اللي بيقولوا ان انت ما بتعملش معاها اهي، جميلة خالص برضو وهادية.
بس هي خجولة يعني. طبعا تايه وده طبعه ذكر. الذكر بيبقى يعني الرجل بيبقى قلبه جامد شويه عن الست. الستات قلبها جامد. طبعا هو كده تمام. بس احنا لحد دلوقتي مش عارفين نغمض قدامهم الا هنجربها. لان هو ممكن يكون في طبعه اللي هو الخيانه اللي هو ايه الحاجات دي بتصطاد بسكع شويه. بس هي الحاجه تهدى وبعدها تيجي عليها. فهنخش دلوقتي نغمض ونتعامل معاهم. ربنا يسترها. انتوا بتصوروا من غير رد فعل عرفونا في التعامل. ان انا وعين على عين مستنى اي رد فعل اقدر اسحب ايدي. فنعمل كده وانا مغمض فدي حاجه مش حلوه خالص. لحظه الحزمه. بصوا انا احاول ان انا اغمض عيني وادخل جوه كاني ما بشوفش. يعني تخيل كده هعمل نفسي اعمى جوه. ادخل مسك القفل ده واقفل عليا. موت انت لا شايفين وانا داخل كده ولا هجم على عيني ولا حاجه مشكله. مغمض ولا ايه؟ فهمان ولا انت قاعد؟ بسم الله. هنا اهي ما فيكش حاجه وكله على الحقيقه. طبعا في ناس بتسمع الفيديو بالنسبه لها دي حاجه تافهه او لا. هو اصلا اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي ده ليفل جامد. انتوا مش هتشوفوا حد على اليوتيوب او اي حد محترف في تربيه الاسود او اي حاجه بيروض وشك جاي من البريه. لان دي حاجه مش سهله، حاجه صعبه جدا. ده جاي كبير واحنا روضناه بالطريقه دي. فدي حاجه مش سهله خالص والله. انت شفت اول مكان جاي كان عامل ازاي. احنا دلوقتي هنبدا اللي احنا ايه نغمض ونشوف بقى عايش معاه كده. ايش طب حاسس عليه؟ هو فين يا ممس؟ قدام في ايه؟ تحت ايدي؟ اه. طب ايدي بعيدة عن دماغه؟ ايه. ايزي. انا كده بحس عليه. ايدي بعيدة عن دماغه كده؟ ايه؟ ايه. انا مغمض عينه وهو مفتح. دماغه فين؟ تحت ايد. اهو اهو قشطه خالص قشطه خالص. اشرب حلاوه حدايا. تعالى بقى انا ايه ريزو فين؟ طبعا ريزو هنا صح؟ ايه والله يا جدعان انا ما مش بفتح خالص. انا خباكم بعمل التحدي قبل ما بعمله لكم ليا انا. يعني انا بستمتع بالحاجه دي وانا بعملها. ممكن ما صارش فيديو اعمل تحدي زي ده لوحدي. فاهمين ازاي؟ خلي بالك يا ابني ايدي بقى بتيجي مباشرة على كده على دماغها بالظبط. انزل عاش. اوعى تلاقي من اي رد فعل. حكيم دي مجنونة بتخان. اوه متعة. انتوا كده جامدين. انت معلم جامد. انت جامد. انت قمر. احنا عينينا. يس. اوه ولا بس. افتح الباب. افتح الباب يا ممس. يلا شايفين مش سهل. بس اقعد. بس استفزناه زيادة عن اللي بس بقول لكم ايه؟ طلع راجل ما هجمش غير لما احنا فتحنا عينينا من قلبه بيدق. صورت لحظة هجوم؟ اوعى تكون ما صورتش لحظة الهجوم. شايفين؟ احنا كنا هنموت. كده مستحيل. المعلم كان هيموتنا. خليكم انتوا كده ايه؟ ادونا منك لله يا عرق. سبعة. انت عملت خلي بالك احنا استفزناه لما قعدنا نعمل له اوه ايه ويس والحاجات ده. هو ما بيفهمش انجليزي فعشان هو عربي مش اجنبي فالكلمه هو بيحسبه عارفين انت ايه
انا عارف الكلمه دي، فهو افتكرها شيء، هو افتكر ياس و او الكلام ده شيء. لكن هو جميل، خلوا بالكم يعني، انا بقول لكم احنا دربناه وبقى هادي، بس مفيش حاجه اسمها كده، هو برده حاجه شرسه وجايه كبيره. الفكره اللي انا عايز اوصل معاهم ليفل جامد، فدي مش سهل. انا بقول لك عشان كده مش سهل ان انا اربطه بالجنزير، فاليوم ما نربطه بالجنزير ربنا يسترها علينا. عايز اقول لكم والله العظيم الوشق ده الناس اللي بيروضوا اسود وفهمانه عارفين اللي هو عندي عن الاسود، يعني ترويض الحاجه الثانيه ولا الحاجه الثانيه اشرس اضخم. بس ده يعني عشان بس الناس اللي تفهم كلامي كويس، ده عندي دماغه عناديه، مش سهل انه يتدرب في حاجه مش سهل، فاهم ازاي؟ حاجه مش سهله. هتاكله هيبقى جميل معاك، يجوع شويه. الفكره بقى اللي احنا عايزين نوصل لها بعد ده كله، بعد ما نروضهم وكده، انا عايز اروضهم علشان بس يبداوا ان هم ينتجوا عندي هنا. بعد ما يبداوا ينتجوا الصغيرين هيتربوا معانا في الشقه تحت، الصغيرين انا ربهم معايا في الشقه، ما يبقوا لسه صغيرين واده كده، فدي هتبقى جامده جدا، ونعرف نتعامل معاهم جامد جدا، ونعرف نروضهم كل حاجه. استنوا في الفتره الجايه هتبقى جامده جدا انت شويه، وما تزعلوش من الفزعه اللي هو عامل، هو جميل. طيب يبقى كده فيديو النهارده خلص، وربنا استر الحمد لله. السنه الجايه تبقى جامده جدا، ولازم تكون دشاوي عشان ايه؟ تبقى جامد، لان الدشاويه جامدين جدا. سلام.